37 لاعبا أجنبيا انطلقت بطولة الدوري المصري لهذا العام، غير أن مستحقات اللاعبين الأجانب وتأخر سدادها أصبحت صداعا يؤرق العديد من الأندية، خاصة بعد شكوى اللاعبين للاتحاد الدولي. القيمة اللي موجودة من الحقوق التجارية اللي بتتباع أو حتى بيع اللاعبين ما بتقدرش تغطي تكاليف كرة القدم في الفريق الأول لأي نادي في مصر باستثناء نادي أو اتنين يعني. فبتواجه ان انت بتقعد تقضي السنة مع اللعيب تديله جزء في جزء في جزء، ففي الاخر بيتراكم عليك جزء من المستحقات، فاللاعب طبعا بيشكو في الاتحاد الدولي، وفي الاخر بعد عدة جلسات وتداولات بياخد مستحقاته. نادي الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية مطالب بسداد متأخرات بالملايين لأربعة لاعبين أجانب، وقد وصلت الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي حال عدم السداد سيتعرض النادي لعقوبات من الفيفا. نادي الإسماعيلي، نادي الزمالك، نادي مصر البورسعيدي، طبعا دول أبرز الأندية اللي بيعانوا من أزمة المستحقات مع اللاعبين الأجانب. العقوبات المتوقعة خصم 6 نقط لو ما لحد مدة معينة، إذا لم يتم دفع الفلوس فيها بيبقى هبوط النادي للدرجة الرابعة. التجنب ده بيبقى بيتم الاتفاق بين مسؤول من إدارة النادي مع وكيل اللاعب أن هو تقسيط المبلغ لدفعات. إذا لم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين، المحكمة الرياضية الدولية هي اللي بتحكم. تفاقم أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب في الأندية المصرية يعود بحسب خبراء إلى تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية، ما تسبب في عجز بعض الأندية عن سداد تلك المستحقات. سين النجار، اليوم على الحرة، القاهرة.